إخواني أخواتي، السلام عليكم ورحمة الله من جديد، وفي حلقة جديدة من حلقات الحديث المواطن نستضيف اليوم فنانين مغاربة غادي يقوموا بواحد الحفل قريبا في المركز الثقافي المغربي البلجيكي والفلامنكي ببروكسل لإحياء التراث المغربي والأغنية المغربية بصفة عامة. فمعنا اليوم السيد هشام سجل ماسي، ومعنا الأخت كريمة داكر. اوكي، دونك غادي نعطي الكلمه للاخت داكر كريمه باش تهضرنا على هذا اللقاء هذا وهذا الحفل اللي غادي يكون ان شاء الله، وتعطينا التاريخ ديال 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 القيام بهذا الحفل هذا. ثم غادي ندوزوا الاخ هشام باش حتى هو نعطيو الكلمه. تفضلي اختي كريمه. السلام عليكم. كل سلام. اولا كنشكر قناه المواطن للاستضافه، والحفل ديالنا ان شاء الله غيكون نهار 3 في شهر 6 دونك نهار الجمعه. الفكره جات من عندنا حنا ثلاثه، دونك صديق ديالنا يونس بوغانيم اللي كيعزف العود عندنا في الفرقه، وسي هشام سجل ماسي. فكرنا باننا نديرو اوماج على شانسون ماروكين. فكره جميله. فوالا، دونك كنتمنى ان شاء الله الحضور يكون مكتف. ان شاء الله غادي يكون مكتف. سي هشام، كلمه على حساب التنظيم ديال هذا الحفل. وفي حقا نقدر نزيد نضيف على اللي قال الاخت كريمه داكير. فكرنا احنا ديما تنفكروا، التفكير ديالنا ما توقفش، ولكن احنا شكون اللي شجعنا؟ هو الناس كيطلبونا باش كوخترا كنتلاقوا مع ناس في اي بلاصه كيقول لك علاش ما ديروا لناش. احنا ملي شفنا الطلبات الناس بقاو اتفقنا على اساس باش ننظموا هذا. انا ضد تكريم الاغنيه المغربيه ولا احياء الاغنيه المغربيه. انا كنقول استمراريه الاغنيه المغربيه، خاطر الاغنيه المغربيه ما خصها ما تنساش، خصوصا بلاد المجر. اما المغرب كاينين الناس ديالها، ولكن حنا كسفراء هنا الاغنيه المغربيه ماشي شي حاجه تقاتل السياسيه، الاغنيه المغربيه حنا سفراء. اوكي، كيفاش كونكريتمون كيفاش غادي تدوز هذه السهره هذه؟ يعني كاينين مغنيين غادي يجيو من المغرب، ولا المغنيين المحليين، الفرقه الموسيقيه، هذه الاشياء كلها واش تقدر؟ الفرقه الموسيقيه كاين تبارك الله، كاين نخبه من الموسيقيين من المغنيين هنا في بلجيكا بالعديد. يعني فرقه متكامله غادي تكون في المنصه. فرقه ان شاء الله. نعم. من 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 الصدف الموسيقيين اللي غادي يكونوا معنا يعزفوا مع الفنانين وهاد العباقره اللي غنوا هاد الاغنيه المغربيه. جميل. بحال عزفوا مع الخياط، عزفوا مع ما شاء الله محمود ادريسي، عزفوا مع نعيمة سميع، عزفوا مع سميرة سعيد. هاد الناس هادو اللي غادي يعزفوا معاهم غادي يعزفوا معنا حنا، شرف كبير لنا انا وكريمة داكير غادي يعزفوا معنا حتى حنا. جميل. في المستوى ما. كيفاش كونكريتمون كيفاش غادي تدوز هاد السهره هادي؟ يعني كاينين مغنيين غادي يجيو من المغرب، ولا المغنيين المحليين، الفرقه الموسيقيه، هذه الاشياء كلها واش تقدر؟ الفرقه الموسيقيه كاين تبارك الله، كاين نخبه من الموسيقيين من المغنيين هنا في بلجيكا بالعديد. يعني فرقه متكامله غادي تكون في المنصه. فرقه ان شاء الله. نعم. من 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 الصدف الموسيقيين اللي غادي يكونوا معنا يعزفوا مع الفنانين وهاد العباقره اللي غنوا هاد الاغنيه المغربيه. جميل. بحال عزفوا مع الخياط، عزفوا مع ما شاء الله محمود ادريسي، عزفوا مع نعيمة سميع، عزفوا مع سميرة سعيد. هاد الناس هادو اللي غادي يعزفوا معاهم غادي يعزفوا معنا حنا، شرف كبير لنا انا وكريمة داكير غادي يعزفوا معنا حتى حنا. جميل. في المستوى ما كاينش. جميل. والاغنيه المغنيين اللي غادي يعيدوا يعني هاد الاغاني المغربيه شكون هما؟ تقدر تذكرنا الاسماء ديالهم؟ اللي غادي نغنيو لهم بحال اختي كريمه غادي تغني لنعيمة سميع. وتغني لسميره سعيد. وعندها الحنجره ديال نعيمه سميح. عندها احسن، عندها احسن من نعيمه. غادي تسمعوا ليها، غادي تسمعوا ليها واحد في المقطع بسيط، غادي تسمعوا ليها في واحد المقطع ونرجع لك. تفضل اختي كريمه واسمحي لنا، يعني اسمحي لنا درنا لك مفاجاه. ما استعداش باش نغني، ولكن ماشي مشكل، ديري بحال اذا راك جالسه في الدار كتغني وصافي. عادي ديري. لا نغنيش عادي ما تغناش الصراحه. شتي فاجاتيني. غير خذي وقتك ماشي مشكل. سولت عليك العود والنايون غام، سولت عليك الورد والزهر ونسام، سولت عليك العود والنايون غام، سولت عليك الورد والزهر ونسام، سولت عليك الياسمين
سولت عيون الصهرين سولت عليك الياسمين سولت عيون الصهرين سولت عليك كل عشق والهان سولت عليك صحاب الغوان لعود عطاني خبارك ولا نيكشف لسرارك سولت عليك العود سولت عليك الناس ما شاء الله ما شاء الله عليك مرسي صراحة صوت جميل جدا انت براسك تستحقي التكريم المرة الجاية يديروا لك تكريم ان شاء الله كنت كتحدث على المجموعة باللي مجموعة في مستوى ويعني وهي كانت شاركت مع كل المغنيين المعروفين الكبار عبد الوهاب كالي عبد الهادي بالخياط الى غير ذلك ثم قلتي بان الاخت غادي تغني يعني النعيمة سميح والتسي هشام غادي تغني لشكون؟ غادي شفي عبد الهادي بالخياط ادريسي سيدي ابراهيم العالمي ما شاء الله ما شاء الله يا غادي نتبرعوا صافي لا غادي ان شاء الله نكونوا في المستوى نكونوا في نهارنا ان شاء الله ان شاء الله دونك حتى المغني راه بحال لاعب كره القدم خصو يكون في نهارو راه الا غادي يكون في نهارو راه غادي يبدع جميل غادي نعطيكم سؤال اخير ومن بعد غادي ندوزو نعطيو للناس المعلومات على ذاك النهار واش تعاونوا معكم الناس ديال داركم والناس ديال السفاره والناس شي واحد عاونكم ولا ما عاونكم حتى واحد عرفتي دابا دخلتي ليا الباب اللي بغيتك تدخل يلا تفضل داكشي علاش دخلت لك تفضل حنايا ثلاثه الناس واقفين على انت والاخت والاخ ذكر لي بالسميه ديالو اللي كان سي يونس بوغانم ومعنا واحد السيد الله يجازيه بخير رشيد اصدار سيدي رشيد نعم ما نساوش مسيو حموشي لا انا جاي كان حيت مريض خرج من المرض غادي تفكر الحموشي الله 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 يشافيه امين الله يوقفو مسكين وسعد ابراهيم ازداد هاد الناس سي رشيد رشيد ازداد نعم. هاد الناس هادو اللي زعما صراحه هما لقينا المسانده ولو بكلمه طيبه ما شاء الله اما الباقي ليس هناك اي شيء نقول لك الباقي صافي دير او نيفو نعم سفاره قنصليه بنكات انتم غادي ديروا احياء الاغنيه المغربيه وما يعاونكم حتى شي واحد ما يعاوننا حتى شي واحد ودابا حنا مشكلتنا عمليه عجيبه لو كان حنا غلطناكم شي عند بلاصتك كون عاونونا يمكن جو بوتيتر احنا مشينا عند الناس سي دوماج لانه صراحه حفل في هذا الحجم هذا وبهذه الطريقه هذه واحياء الاغنيه المغربيه نورمالمون خص يكون شويه ديال المعاون ودابا المشكل غادي نلقاهم في الصفوف الاولى هذا هو المشكل اجيو معاونونا غادي نلقاهم في الصفوف الاولى مرحبا بهم مرحبا بالجميع مرحبا بالجميع احنا بغيناهم يجوا يشوفوا احنا بغينا يجوا يشوفوا علاش احنا كنا كنجريو هذه شهر ونص ماشي الهضره ماشي عند السيمانه ولا 10 ايام احنا انا وسيونس شهر ونص هذه وقدر احنا كنجريو نعم ولا سنت وكنشكر اسواق سوس سيمبارك نعم من هذا سيمبارك وسي الحسن نعم كنوجدوا التحيه نعم الوحيد كان سحب الكلام اللي قلت حتى واحد ولكن الا هو الله يجازيه بخير عاوننا بواحد البركه واحد 10 بلايص خلصين 10 بلايص ولا 12 بلاصه الله يجازيه لنا طيبين كيتعاونوا كي الجميع سيدي انا ما جيتش نخلص لك 10 بلايص نعم يجاو ما هذوك ما جاوش انت عاوتاني راه 10 بلايص بحال المهم الناس هادو الله يجازيهم بخير واخا غادي نخلي الاستاذ باقي الحال ان شاء الله مفتوح الناس اللي بغاو يساعدوا نعم وحنا كنتمنوا ان شاء الله الجمهور هو اللي يساعدنا ملي صحيح هادو ما بغاوش يساعدونا كنتمنوا ان شاء الله باش يكون داكشي علاش غتعطيني دابا معلومات على تذكر واحد النيميرو ديال التليفون اللي غادي الناس يقدروا يتصلوا معكم فيه وغادي تذكري لي العنوان عاود بالضبط وسميتو المكان عارفين بلي داركم وداركم كلشي عارفها هو المركز الثقافي المغربي الفلامنكي فوسيولو بروكسل وحدا دو بروكير ورقم التليفون اللي كيف لافيش 0489 369 0702 عاودوا 0489 369 072 هي 0489 اوكي اخواني اخواتي ننهي هذه الحلقه وكنتمنوا المجموعه ديالنا انهم يدوزوها بالنشاط ان شاء الله وغادي نحاولوا نحضروا معكم حتى حنايا باش نشجعوكم الى غير ذلك الى حلقه مقبله ان شاء الله من حلقات حديث المواطن وشكرا